وهاجرت الهجرة الثانية معه أيضا. وأما في الهجرة إلى المدينة فلما أراد أبو سلمة رضي الله عنه الهجرة جاء براحلته فحمل عليها أم سلمة رضي الله عنها، فحمل عليها أم سلمة رضي الله عنها وابنه سلمة. فلما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة جاءه بني مخزوم وقالوا له: أما نفسك فليس لنا عليك شيء، ولكننا لن نتركك أن تأخذ هذه المرأة. فأخذوا أم سلمة رضي الله عنها منه، فذهب هو وهاجر إلى المدينة لوحده. فجاء قرابة أبي سلمة فأخذوا سلمة ابنه، لأنهم أخذوا أم سلمة من زوجها، فبقوا متفرقين. أبو سلمة هاجر إلى المدينة وأم سلمة مع أهلها حبسوها، وسلمة مع أهل أبيه. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: والله لا أعلم آل بيت أصابهم مثل ما أصاب آل سلمة. ثم لحقت بزوجها المدينة بعد عام كامل، وشهد أبو سلمة رضي الله عنه بدر ثم مات رضي الله عنه. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة رضي الله عنها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم تساءلت في نفسها فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ وكلام ده ما اعتراض منها ولا كده، لا، ده تساؤل، متأكدة هي تماما إن ربنا حيرزق خير من أبي سلمة، لكن سألت في نفسها قالت: منو الحيكون أفضل من أبي سلمة؟ فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة غيرا وعندي أيتام. فقال: أما الأيتام فنسأل الله أن يغنيهم عنا، وأما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها رسول الله وهي كانت هاجرت إلى الحبشة، وقد أخرج البخاري ومسلم في ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها قالت تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته في الحبشة، فقالت له أنها رأت في الحبشة كنيسة، وحكت له ما فيها من التصاوير، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد. أم سلمة حكت ما رأت في هذه الكنيسة، لقت إنه فيها صور بتاعت ناس وتماثيل بتاعت بشر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك، أي هؤلاء، إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، هذا شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا. يا أخوانا الكلام ده حاصل الليلة، تلقى زول مات يقول لك الزول ده زول صالح، طوالي ابنه
على قبر مسجد. ديل النبي صلى الله عليه وسلم قال ديل شرار الخلق عند الله، وعيد شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وفي الألم الشديد، سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان يضع خميصة على وجهه إذا اغتم بها كشفها، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. عشان كده دعا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت تكلم عن شرك القبور، لأنه ده شرك خطير، والشرك ما وقع في الأمة إلا بعد أن عظموا الصالحين وبعد البناء على القبور. لأنه أول شرك وقع بعد آدم عليه السلام في زمان نوح، وسببه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. دي الخمس رجال صالحين، صالحين عديل، ده كلام ابن عباس ما فيهم شك. فما بالك في ناس الليلة ديل، ناس الليلة ديل ما معروفين، في زول مات مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صالح ما صالح ما معروف، بل فيه الناس قطع الشك ما صالحين. شوف النوع اللي بيقول لك إن كنت في هم وغم فنادني، ده قطع الشك ما عنده علاقة بالصلاح. ويقول لك في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، ده كيف يكون صالح؟ يقول لك كان مرطة ألبس الحجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فقد أشرك. فالخمسة رجال ديال الصالحين قطع الشك. غوم الشيطان جاون، وسبب البلاوي الشيطان، لأن الشيطان ده عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو مبين. طوالي جاء قال لهم يا ناس هي جماعة دي الناس صالحين تبنوا على قبور تماثيل على صورهم. بعدين الشيطان نفسه طويل، البني آدم دائما ما عنده صبر في الغالب كده، صبره ضعيف، والصبر أهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. فالشيطان قال لهم تعملوا ليديل تماثيل ليه؟ لابد أجيب لك مبرر. صاحب الباطل عشان أنت تعمل الباطل لابد يكون عنده مبررات. شيطان عنده مبرر، قال لهم لأنه ديل صالحين. صح صالحين، تعاينوا لهم تذكروا عبادتهم لله فتعبدوا الله عز وجل، دي النقطة الأولى. والتصاوير دي بدعة، كونك تجيب وتنحت على صورة إنسان دي بدعة، عشان كده الشيطان بدأ لهم بالبدعة ووسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. دي التصاوير، ما لاحظتوا في العربات وفي الروزات تلقى وراء أي زول مصور له زول صورة زول بيعتقد فيه والصلاح، يقول له غوص زمانه تلحقنا وتفزعنا. سبب الشرك الصور، شيطان عنده فهم داري ورطهم. قال الراوي فهلك الجيل، الجيل ده مات. فجاء الشيطان إلى أبنائهم وقد نسي العلم، فقال إن آباءكم كانوا يتقربون بهؤلاء الصالحين إلى الله. عشان كده ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دي حجتهم، تقال المشركين ما عندهم حجة، مشركين قالوا نحن ما مشركين، نحن على حق. الصالحين ديل نحن بندعوهم عشان يقربونا لله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا قالوا خلقونا، لا قالوا رزقونا،
ولا قالوا بدو الجنة ولا ولا، بس قالوا ديل بيقربونا لله. أما ناس الليلة أخطر من ديلك، ديل مش قالوا داري تقربوا، بس ناس الليلة بقول لك الشيخ بينفعك، والشيخ بدي الجنة، والشيخ بينزل المطر، يقول لك بيعماها في سماها. ديلك ما قالوا كده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض بيقولوا منو؟ بيقولوا الله. ما بيقولوا شيوخنا ولا ولا ولا، موضوع واحد، قالوا ديل بيقربونا لله. ودي عقيدة كثير من الناس الليلة. تقول لي يا زول انت الشيخ ده تدعو لي ايه يعني؟ خلقك؟ يقول لك ما خلقني. بيرزقك؟ ما بيرزقني. طيب ليه انت بتدعو؟ بيقول لك انا وسخان، ولو دعيت الله الله ما بيقبل لي. وده اكبر غلط يا اخي. ربنا استجاب لابليس، قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. فما بالك انت زول مؤمن، حتى لو ارتكبت ذنوب ومعاصي، وحتى لو انت ذاتك ارتكبت كبائر من الذنوب، دعيت ربنا ربنا بيقبلك. بل المتقين ذاتهم، ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، بيرتكبوا ذنوب. ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دي صفات المتقين. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني المتقين من صفاتهم إنهم بينفقوا في السراء والضراء وبيرتكبوا معاصي. قال وإذا فعلوا فاحشة يعني كبائر من الذنوب أو ظلموا أنفسهم بيعملوا شنو؟ ده الفرق يا أخوان. ذكروا الله بتوبوا طوالي، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عشان كده انت زول دار تعرف زول حق وزول تقوى، مجرد ما يرتكب له ذنب وحاجة زي دي تنصحه، تقول له يا زول كلامك ده ما صحيح، تدي الدليل الله قال والرسول قال، مجرد ما يرجع ده عارف زول فيه خير، ومجرد ما يكابر ده عارف زول ما فوقه خير. وفي ناس ذنوب بتكون متعدية، زول يجيب له باطل زي دعاة الشرك ديل، يجيب له باطل في الملأ، يقول باطل في الملأ، تيجي تقول له يا زول كلامك ده باطل، اه ولا يشتغل بيك، شغال في الباطل بتاعه، ده يلزمه يتوب ويتوب قدام الناس، لأنه باطله ده نشره قدام الناس. ربنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ده شرطة. فأم سلمة رضي الله عنها حكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته من التصاوير في هذه الكنيسة، وأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شرار الخلق عند الله. ونقطة مهمة شديد، إنه البناء على القبور والطواف بالقبور والاعتقاد في الصالحين من فعل اليهود والنصارى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سننا من كان قبلكم. الصحابة قالوا آل يهود والنصارى، قال فمن؟ فالأمة دي أول حاجة شابهت فيها اليهود والنصارى الشرك، اللي بيعملوا عباد القبور الليلة، بخرات محايات اعتقاد لعلم الغيب، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ونحن لابد نوري الناس ونحذرهم، نورينا الباطل من الحق. ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن سكتنا لعنا جميعا. ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأعظم منكر يا ناس الشرك بالله عز وجل، ده أعظم منكر، لأن ربنا ما خلقنا إلا للتوحيد حتى يعبد وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأم سلمة رضي الله عنها عاشت 90 عاما، وكانت آخر من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت رضي الله عنها في سنة 62 من الهجرة، وهي كانت من أوائل المسلمين، وكما سبق هاجرت الهجرة الأولى مع زوجها أبي سلمة، وهاجرت إلى المدينة، ومات عنها أبو سلمة رضي الله عنه، وكان من الصحابة الأجلاء وممن شهد بدرا، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت من أمهات المؤمنين. وجزاكم الله خير على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.